يشوفني لأول مرة ما تنسيش تضغط سبسكرايب أو الاشتراك اللي هو الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن مرتبة السرير. بكل بساطة كلنا بنقضي تلت حياتنا تقريبا على السرير، وكلنا بنهتم قوي بتغيير أغطية السرير باستمرار والمفارش والملايات عامة، ليه؟ علشان دايما تبقى نظيفة، لكن محدش خالص بيتأكد من نظافة مرتبة السرير نفسها. لذا النهاردة في الفيديو ده هقدم لكم شوية نصايح علشان تفضل الأسرة بتاعتنا مريحة ونظيفة ومعقمة قدر المستطاع. المرتبة دي بتحتوي على العديد من الجراثيم والأوساخ والغبار والحشرات الصغيرة الدقيقة كمان، وأنواع كتيرة قوي من الكائنات اللي بترى تحت بس الميكروسكوب. كل ده احنا بننام فوقيها، اللي بيفصلنا بينها وبيننا بس بينها وبيننا اللي هي الملاية اللي احنا بنحطها او مفرش السرير ده. طيب علشان نحافظ على نظافة المرتبة دي هنعمل ايه؟ انا عاملاها كده في 5 خطوات ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة كنس المرتبة بالمكنسة الكهربية او شفط الاتربة اللي فيها. طب الخطوة دي هتخلصنا من التراب بس او من الغبار بس؟ لا، دي هتخلصنا من حاجة مهمة تانية اللي هي خلايا الجلد الميتة. احنا لما بننام في خلايا الجلد الميتة دي بتتساقط مننا على المخدة وعلى المرتبة نفسها. الخلايا دي بيقطط عليها الحشرات والكائنات اللي تلقى عليها، يعني بيتغذوا عليها، تمام؟ فخطوة كنس المرتبة دي هتنفعنا قوي. تاني حاجة إزالة الروائح الكريهة من المرتبة زي العرق وزي تسريبات البامبرز للأطفال وغيرها. طب ده هنعمله ازاي؟ بالتهوية المستمرة. رقم 3 وأهم خطوة واللي هي موضوع الفيديو بتاعنا أصلا، البيكنج سودا. البيكنج سودا أو الكربونات الصوديوم أو الكربوناتو دي مالها بقى؟ دي هنجيب منخل كده زي منخل الدقيق ونبدأ ان احنا نغربلها على المرتبة كمية وفيرة منها على المرتبة، ونتركها لمدة نص ساعة، وبعد كده نشفطها مرة اخرى بالمكنسة الكهربية. طيب الخطوة دي ايه فايدتها؟ الخطوة دي فايدتها ان البيكنج سودا بتقوم بازالة وامتصاص الروائح، وكمان بتقتل اي حشرات صغيرة جدا، حشرات دقيقة او اي جراثيم موجودة جوه المرتبة احنا مش قادرين نوصل ليها بتنظيفها، تمام؟ هي دي خطوة البيكنج سودا. وممكن كمان في الخطوة دي نضيف بعض قطرات من الزيوت العطرية اللي هتتمتع بقى بريحة جميلة وعطرة وهتدوم طويلا في المرتبة. خلاص هنضيف الروائح دي امتى او الزيوت العطريه دي امتى؟ واحنا بنرش البيكنج صودا. الخطوه الرابعه والاهم، ننظف بقع الدم او القيء او العرق او البول او اي اطعمه مثلا كنا بناكل على السرير مره، كل البقع دي هننظفها او البول، تمام؟ لان بقايا البقع دي برضو بتربي كائنات دقيقه غريبه عليها. هننظفها ازاي؟ بفوطه مبلوله هننظفها كويس بسائل للتنظيف جاف، تمام؟ بعد كده نمسحها بفوطة مبلولة مع الضغط. مع الضغط ده علشان مش ننظف بس من بره، لا، ما تضغطي هيوصل للتنظيف اللي جوه كمان. وبعد كده نبدأ ان احنا نفتح الشبابيك او نستخدم مراوح لو الأوضة مش بتتهوى كويس. خامس حاجة ودي اهم حاجة، الشمس. ايه حكاية الشمس بقى؟ طبعا واحنا صغيرين عارفين ان ماما لازم تطلع علينا المراتب في الشمس والمخدات والبطاطين والكفرتات وغيره، لازم تهوية. دي خطوة مهمة جدا مبقاش كتير ناس بتعملها دلوقتي بانتظام. احنا ان شاء الله عايزين نعمل الخطوة دي بانتظام، ان الشمس بتطهر من الجراثيم والميكروبات، وغير كده كمان بتقوم بتفكيك الزيوت اللي على المخدات، تمام؟ الزيوت القطن مثلا، لو المخدة معمولة من القطن في زيوت كده من جوة دي، الشمس بتبدأ ان هي تفككها، وبتنفش القطن او الفايبر او المادة اللي معمولة منها المخدة او المرتبة، وبتضيع اي ريحة موجودة فيها، وكمان بتقينا من الامراض الصدرية وحساسية الجلد.
وأختم كلامي بأهم شيء على الإطلاق، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه فيما معناه بيقول انفضوا السرير 3 مرات عند النوم مع التسمية كل مرة، وما ننساش أذكار قبل النوم وننام على الجنب اليمين. ياريت الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، وما تنسونيش بلايك وسبسكرايب، وتنسوش شير مع أصحابكم للفيديو لو عجبكم، وأدعوكم لزيارة قناتي عشان تشوفوا بقية الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في قناتي.